بتنفسه. او بيومي مش جيلنا، بيومي طلع بعدينا مع احمد مالك واحمد داش والناس دي. يعني بيومي بعتبره اصغر مننا اصلا، طلع متاخر قوي وهو كبير، راجل كبير جدا فعلا. ايوه طبعا. ومعانا برضو على التليفون بيومي فؤاد. معانا على التليفون، هو لو معانا على التليفون هو معانا على التليفون. يا نجم النجوم مساء الورد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازيك يا كابتن؟ زي ما عليك يا فندم، وحشنا جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، ازي حضرتك؟ والله زي الفل الحمد لله. طب بلاش بلاش الدخله دي، احنا عمالين بنهزر وبنهرج وانت كده هتحرجني يعني. لا استنى بس، الدخله دي وراها حاجات كتير. اتفضل يا فندم. عايز تقول ايه؟ مش عايز اقول حاجه، وطبعا عشان ظروف الحظر والكلام ده فاكيد هو بلاش حد عدل يستضيف. شوف طب ساكت اهو، ساكت اهو. والله لو كلمتني يا ابراهيم انا ممكن اجي. خليك من النجوم، انت وحشنا كتير جدا جدا، وانا عارف انه دايما في دويتو ممتع ما بينك وما بين فهمي، انتوا من اكتر الاثنين اللي الواحد الحقيقه بيشوفهم بيضحكوا في ما بينكم وما بين بعض قدر كبير جدا جدا الحقيقه، من الكيمياء والتفاهم. بس ايه سر العلاقه دي؟ يعني الافهات اللي ما بينكم رايحه جايه دي؟ هو في طبعا زي ما حضرتك قلت الكيمياء اللي ما بيني وبين فهمي، والحقيقه فهمي من بداياتي يعني. وانا ليا الشرف ان انا اشتغلت مع الثلاثي. الشرف ليا يا يوكا والله، وربنا يخليك فهمي، من ايام بنات العم وبعد الحرب العالميه والحمد لله ما سبناش بعض. وانا بحب الكوميديا اللي ملهاش منطق، وهم اساتذه في دوت اللي كان بيكتبوه او حتى بيمثلوه. هم اساتذه في دوت. انا وجهه نظري ان دايما الكوميديا ملهاش منطق، لان اللي فيه لو له منطق ما يبقاش فيه توقعه حد، ما يبقاش كده يعني. فاللي هو يعني بيسموه بره الصندوق تماما، او الاكستريم للكوميديا والفرس والكلام ده، هم بيحبوه وانا بحبه جدا. وفي الحقيقه يعني من الناس اللي انا بحب اشتغل معاها جدا فهمي، لان فهمي من النوع اللي لو يهمه نجاح عمله، وده ذكاء، ما يهموش بقى مين اللي في ناس كتير قوي تقول له بيومي كان عالي في الفيلم ده، ممكن يبقى اعلى منك. كنا بنعمل فيلم مع بعض وبدون ذكر اسامي يعني، والمخرج قال له يا ابني انت كاتب الفيلم او انت عامل الفيلم والفيلم بطولتك. لا ليه، هو فيلم الكويسين يعني، كل الناس خرجت قالت بيومي اعلى واحد في الفيلم، وده حقيقي، ده حقه يعني. وانت بتحب كده؟ لا طبعا، هو راجل نجم كبير وراجل بطل، وبالعكس ده فايده للعمل كله يعني. صحيح. ومش بقول عشان بيومي على الهوا يعني، انا من ساعه ما اشتغلت لحد النهارده مفيش عمل، ويمكن بيومي يقول لك انا وبيومي ما اشتغلناش مع بعض على طول مع بعض. وباخد رايه يمكن كمان قبل ما يعني قبل مجرد ما تبقى فكره واساله حتى يعني هو. صحيح. طب انا دايما بيتم انا واحد من اكتر المشاهد، اقسم لك بالله ما مجامله، انا كنت لسه بتكلم مع فهد، اكتر المشاهد اللي هلكتني على نفسي من الضحك هو مشهد بتاع كابتن ماجد. عملته ازاي؟ رائع يعني. الحقيقه يعني الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، المخرج احمد الجندي ده يعني من الاسامي اللي في مصر يعني، ربنا يكرمهم يعني، ده بتسميه يعني امتداد لمخرجين كتير قوي. احنا بنقول عليه ده فاطين عبد الوهاب العصر الحديث ما شاء الله يعني. ما شاء الله، او اللي موجود ما شاء الله. وفهمي وتوتا والكلام، واحنا مع بعض شغالين. توتا هو محمد عبد الرحمن، عشان الناس لو مش عارفاه، محمد عبد الرحمن بتاع مصر. تمام. الزفت اللي قاعد قدامك ده دمره نفسيا. انت لو تشوف بقى الحرب اللي ما بين فهمي وبيومي، بس هو فهمي برضه له اخر من منطلق ان ده راجل كبير في السن يعني، مش هيشدني من كرافته ويجري يعني، واخد بالك؟ ده بيعمل في توتا الواد عيني سايب عليا. وهو يعني علاقتنا احنا اخوات يعني، اصحابه جدا 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 يعني. الكواليس تحفه، الواحد بيبقى مبسوط جدا وموجود فعلا. والله العظيم زمان كنا نقعد نسمع عن الحب اللي ما بين الكرو او الكلام دوت، وساعات ما بيبقاش حقيقه قوي. بس انا يعني انا بس بدعوكم في اي مره حد يخش اللوكيشن بتاع فهمي، بصراحه حاجه بتبقى جميله. ربنا يخليك يا الحمد لله. صحيح. خليني اسالك بقى، انا عارف برضو ان انت يعني كوير قوي يعني، وبتحب ليك في التحليل وليك في الكوره جدا والاهلي وبتاع. شايف يعني مستوى النادي الاهلي اتغير مع فايلر بنسبه قد ايه؟ الراجل ده ذكي جدا، الراجل ده عارف يعني، بيفكرني بمدرب كان في حد قبل جوزيه على طول، فاكر كابتن علاء صادق؟
بتاعنا. كابتن علاء عبد الصادق طبعا. طبعا. علاء عبد الصادق، انا اسف. علاء عبد الصادق كان في فتره من الفترات خلاص كان تقريبا هيسيب الكوره او هيسيب الاهلي والكلام ده، جه مدرب راينر تسوبل. الله الله عليك، تسوبل الالماني. تسوبل. كان الماني صح؟ ايوه مظبوط. تمام. عمل منه حاجه فظيعه قبل ما يعتزل، اللي هو عارف انت يعني. ايوه. كان كويس جدا وكان فت جدا والكلام ده، فده برضو نفس الكلام. في لعيبه كتير جدا كانوا مرشحه من يسيبوا الاهلي، في لعيبه كتيره جدا اللي احنا كجمهور شايفين ان هو شايفين ان هم لا يستحقوا ان هم يلبسوا فانيله الاهلي، حاجات كتير بقى من النوعيه دهيت. هو عمل حاجه كتير قوي، واللي زعق له نبي زي ما بيتقال يعني، الشيخ احمد الشيخ. الراجل بيحبه، وانا طول عمري بحب احمد الشيخ جدا، ونفسي انه ياخد فرصه. فالراجل اداله فرصه، اتدلع ما اتدلعش، الراجل اداله فرصه. صح. اثبت، بس عيني ممكن تجيله اصابه، ممكن الراجل يعد وجهه نظر، فاداله فرص كتير جدا. انا اللي بتمناه من ربنا سبحانه وتعالى انه يدي فرصه اكبر شويه لوليد سليمان، لان انا وليد سليمان ده عشقي. عشقك. يعني وليد سليمان ده حد يعني، ده بجد عشقي في الاهلي، ونفسه ربنا يهدي صالح جمعه. يهدي صالح جمعه، لعيب مميز جدا جدا على فكره. مميز جدا وربنا يهديه بجد والله. فهمي قال لي لو بقى معانا بيومي فؤاد على التليفون اساله، قول له في رمضان السنه دي هتعمل كام مسلسل وكام اعلان وكام برنامج؟ هو اللي قال لي ماليش دعوه. هو اللي قال لي ماليش دعوه، ما ترميش افيه علي عليه هو. لا انا عارف يا ابراهيم، انا عارف، انا اغلى من كده بكتير. انا ما استحملش افيهات. والله العظيم هو ابراهيم، والله هو. قول لي يا ابراهيم، ده انت عملت فينا عمايل لما كنا في الرياض. لا ما حصلش. طيب. هو انا بعمل مسلسل رجاله البيت مع فهمي واكرم حسني اخراج الاستاذ احمد جندي، وبعمل مسلسل دهب عيره مع الاستاذه يسرى العدل جروب واخراج الاستاذ سامح عبد العزيز. دول المسلسلين اللي بعملهم الاساسيين اللي بعملهم. دول اللي في مصر بس يا بيومي. هو اللي عارفك انا، هو اللي فاهمك، مش بقول لك شوف. والله دي بره مصر يا احمد. ايوه يا احمد. ايوه يا احمد. عندي بقى مسلسلات هتتذاع والله العظيم مخلصها بقالي سنتين. يعني اللي كان مثلا اتنين في الصندوق ولا اللعبه. دول مخلصينهم من واحنا صغير، يعني شكلنا كان مختلف. ادي كده اربعه، انا بعد اهو. اعلانات لا مفيش اعلانات، مفيش اعلانات السنه دي عشان بس الدنيا. لا بس مفيش صعبة والله. لا مفيش، ابن القرود اللي قدامك ده اللي بيعمل اعلان. نجم النجوم. طب مش هنقول على بيروت خلاص؟ الله نسيبها مفاجأة. هو الله نسيبها مفاجأة. الله طالع. ده برنامج. برنامج. لا يا ريت. لا لا المسلسل. مسلسل الاستاذه ناديه الجندي الاستاذه نبيه عبيد. عشان كده قال لك ده اللي في مصر. يا نجم النجوم شرفتنا ونورتنا ودايما سعداء بيك. انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله الحلوه دي. انا بشكرك شكرا حبيبي يا وكا.